ونرجع لكم مرة ثانية في الحلقة، وكملنا الحلقة الماضية امتداد المدينة الجديد، والحين بس بنشتغل على دفاعاته وهالأمور وتكبير الجدار، وسوينا كذا مكان عن الانتاج الخشب، وشكلي بعد بسوي الانتاج الخشب زيادة لان الخشب عندنا يتم ينقص. ممكن نسكر مباني بعدين، بس الحين نبغى نمتد في المدينة، نسوي جدران اسرع ما يمكن، بنحتاج خشب. شوفوا الخشب على طول ينقصنا. المشكلة محتاجين بيوت بعد، خلي يقصون الخشب هذا. شوف ببني مكانه بيت على الاقل 12 واحد، يجينا 12 واحد هاي اللي بيخدمونا خدمة. نبى دفاعات هني بعد على البوابات، البوابات يبغى لها ناس تشتغل فيها. كل مكان يبغى له مكان ناس تشتغل فيه. هاي يبغى 25 خشب، الحين بينا 25 خشب مش قضية مشكلة. بنا بعض الخشب، هذا 25 خشب، وخلنا نبني البيت هني، وبعد 25 خشب ثانية. لا خلنا نشوف فين بني، هبين بني جاي يصير على مبنى أصغر بعدين أكبر شوي مرة ثانية. الحين الخطة كانت إن مفروض نبدأ نبني مدينة سكنية جديدة، اللي هي كنت أفكر فيها أخلي الصوب الثاني من الجزيرة ونسويها جدران، بس محتاجين نشيل الحصة اللي هني، وكالعادة ناقصنا خشب. هذا بنهدمه. تنين يا تنين يا التنانين اللي تينا كل شوي. هذا التنانين، تعال خلنا سرعة نشوف دفعات. يلا صير فيها دفعات، خلوه يشرد خلوه يشرد. عارف وايدين بيقولون ليش ما سكر المدينة من هالاتجاه؟ بنسكرها بنسكرها، او ممكن نسوي جسر لين هني وابدأ المدينة الجديدة هني مكانها دبلوماسي. احس نسكر بجدار من هني حبتين، يكون عندنا بحيرة في الوسط بعد. لا بس كم شغلانة وايد، محتاجين وايد تولز عشان نسكر مكان نفس هذا، ما عندنا هالكمية من التولز تصور. بنرفع لا لا بنرفع، تعال خلي حد يجيك، ممكن شوي حد مكسر انك لعوزت انا ترى. ابى اكبر الجدار المدينة الداخلية. كبر الجدار شوي، الجدار كلها يبغى له اعادة بناء، مش اعادة بناء، نبني فوقها جدار ثاني. هالجدران هي واجهة الدفاع عن المدينة، ما اقدر ادافع عن المدينة راح نحن كم في مصيبة. بنواجه مشكلة خشب شوي لان قاعدين نبني جدران وشغلات وايد، بس عندنا مكان حق 300 شخص ومعنا 300 شخص اصلا، والاكل لازم نحاسب عليه لان الحين اصلا نحن في الماينس من السنة الماضية. الاكل المفروض يكون اكثر مما نحتاج اساس انه يخزنون حق الشتاء، الحين في الشتاء بتواجهنا مشاكل اكل. لا تخافون شغلات بتكون احسن. الجماعة قاعد يشردون. ايوه هذا مكانه صراحة من الاخر، يحمي لي نص المدينة نص المدينة نص اللي جاي هني، كانه من الاخر من الاخر جدا. وهذا بعد مكانه حلو. هذا الجدار خلنا نرفعه، شوفوا الجدار في الزاوية بعيد عن كل شيء، افضل انه يكون اقوى واحد فيهم. يبنون في نص الدفاعات، في نص الدفاعات يدخلون علينا افضل. شوف كم بيرتفع، ما ارتفع اكثر. اوكي اوكي ما
ما بيرتفع اكثر، خلاص هذا اقصى ارتفاع بيوصل له. عندنا اسهم لو قربوا، بس ابغى شيء يضربها من بعيد، يعني لو قربوا عليه حاولوا يضربونه من قريب هاي اللي بيدافعون عنه. اما هو مش لازم يضربها من اللي تحت، هو انا بيضرب اللي جاي يعني من اخر الدنيا هاي، نفس التنانين وغيره، وبيغطينا نص المدينة مهني مثل ما هذا مغطينا المساحة الضخمة هاي، هذا مغطي مساحة حلوة. هذا أفكر ألغيه أصلا، ألغيه بس من أخلص هذا بنحصن المدينة الجديدة. المدينة الامتداد الجديدة راح يكون قوي. يوه هذا بيغطينا على فكرة، بنمتد في المستقبل هنا، يعني هالشوارع راح نبني فيها بيوت وهذا ونسويها قلعة. خلاص أنا قررت ما بروح هناك ولا بنزل الجزيرة، الجزيرة بخليه البحث الأخير. بس أول شي بمتد هني على أساس يكون إنه مكان سكان، فمن الحين عندنا دفاع بسيط. هذا الدفاع مش كثير يعني أصلا، مش نفس هني، امتدينا هني ما عندنا دفاع، كان لازم نسوي كل شي من أول وجديد، كل شي كان مكانه ما عليه شي. ما نبى نفس الشي، نبى مبني الحين هني ولا امتد هني. عندنا إمكانية ندافع عنه بكل سرية، لأن في دفاع أولي موجود، تحطي مدينة وتحطي فيها سكان وتحطي فيها خدمات، تردي تدافع عنها خلاص، ما تحتاج إنك من أول وجديد ويهجمون عليك ودور دفاع وبني سهم وهات جنود وهات. لا طبعا لازم جنود، لازم جنود، جنود شي لابد منه. انزين نحن شو ناقصين عليهم على اساس انهم غير مستانسين؟ سؤال هني محتاجين ترفان الصراحة، بس هذا ياخذ بلوكين. اجي الغي مزرعة، نشوف اول شي تاون ترفان. ايوه اذا اهدم هذا اعرف انه مصدر اكل، اعرف لا تحتشرون. نبني هذا الطريقة هاي هني، وفر لهم شوي سوالف حفلات و خلنا نسوي بارتي. من زمان ما استانسوا الشباب، من زمان ما استانسوا، خلنا نزيد السعادة عندهم شوي، نسوي بارتي يستانسون. علام مبدعين، خلنا نبلنا هيرو، محتاجين بطل ونهيرو هذا هو. بس المدينة قامت تستوي حلوة ترى، صراحة صراحة المدينة قامت تستوي جميلة. عندنا وايد من منتج الحديد، ما نبغى، احنا نبغى تولز نمتد، وكل واحد ما يبغى تولز يبغى جولد. اوكي ما نخشب، واه فضيحته هالخشب، وينكم فضحتونا؟ كم فورستر انا عندي؟ كم واحد مفروض يسوي لي خشب؟ وادين المفروض، بس وينهم؟ خلنا نسوي لهم ستوك بايلز. نسوي لهم مكان يحطون فيه الخشب، هاي المفروض ان عندهم. ما ببرج، نبغى ستوك بايل، حط الخشب ماركم هني، ما عاقين على الارض هناك قطعة، حطوا سامون عندكم، كانت تحطون سامون خلاص لا تحتشرون. اذا ما عندهم مكان يحطونه يسعقون على الارض، فما نبغى يعقون على الارض، احنا نبغاهم هذا المكان احنا نقدر نستعملها. خايفين كلهم، خايفين يطلعون من المدينة خوف، فلازم اسكر المدينة. ابغى اشوف هل اذا سكرت المدينة راح يسوي الفرق كله اللي كنت احاول اسويه.
يعني اكون انا سويت وايد شغلات على الفاضي اذا كانت بس تسكير المدينة. في Guardian of the Forest and all its creatures. انا ما اعرف شو يسوي هذا الصراحة. I don't know. بس ابى احطي انا ببني مدينة هني، ما اقدر احطي في مدينتي بصراحة، ما اقدر احطي في مدينتي داخل مكان عندي متروس، فبحطي هني وببني عنده بيت، مكان آمن، مفروض يكون انه آمن. بس بير عنده بعد حق الكل، مرة واحدة حق البيت وحقه وحق غيره اذا استوت حريجه ولا شي. وين الدراجون اللي جاي من وين؟ جاي من الصوب الثاني. قلت لكم لازم افر كل شي هناك من اول وجديد. بس يا في نص المدينة اوكي، الدفعات بتشتغل عليه يعني. اوكي ممتاز. كاسل نبغى تشيرش، يعني نبغانا 50 خشب، وانا 50 خشب ابنوا فيه، ابنوا زين. خلينا نحط دفاعات هنا لان ما عندنا دفاعات، انا قاعد اكبر المدينة من هناك وما قاعد احط دفاعات هنا، وهاي غلطة انا اشوفها الصراحة، المفروض ما نسوي بالطريقة هاي. أزمة الخشب لا تنتهي، احس اني شو ما ابني بعد بيكون عندي ناقص خشب. المهم ان عندي ناس يبنون، هذا اهم شيء. ابنوا التمثال، هذا حارس الغابة يقولكم. هذا اللي بيدافع عن الغابة، ما اعرف كل هالابراج حق شو. هاي تمثال يدافع لي فايكنج. من وين جايين؟ من هني اتوقع بكون اوكي. رفعنا، خلنا نحط ادارة هني، هذا الادارة اضعف من اخوانا، ما ينفع نقوم بقوة الواقين قوي. خلنا نشوف كيف دفاعاتي الحين تتصرف ضد هاي. يلا يا دفاعات، يا الغيمة مش وقتك، خلنا نشوف شو قاعد يستوي. والله جيد جدا، جيد جدا، سوي حرايق دشوا شوي لكن ممتاز ممتاز، المفروض ما يزعلون يعني. خلنا نشوف. لا 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 واحد مات عن عمره شي بصر. بس على كل هجوم الناس تطلع، هاي مصيبة ترى، هاي مصيبة. وين هذا؟ مشكلة مرة مبني هذا المكتبة. اوكي مرة ما حطيها هني، بس هاي السوالف كلها لها تكلفة ثانية، واللي هي الجولد.
وايد نقصنا جولد. خلينا نحط الدفاعات هنا. نحط لنا إدار هني. جدار هني. نكبر هذا. نبي نحط دفاعات ثانية. نبي نحط بيوت الحين. نحط بيوت هني. فبأمن هالمنطقة هاي على أساس إنه يقدرون يدافعون عن أعمارهم، يعني مش كل شوي كلهم ميتين. كل شوي حد يموت، كل شوي حد يموت، كل شوي حد يموت. العمال قاعد ينقصون، المساعدة قاعد تروح. في ناس ابدا ما تستانس يعني. اوكي هني بنا برجين ابدا. هني بنبني تشيرش، بنبني تشيرش، بنبني تشيرش. خلاص حط التشيرش، بنحط حوله بيوت، بشوف شو ردة فعلهم على الشي هذا. هل راح يفرق؟ ان هني مفروض كل حد متغطي خلاص، بس المكتبة تنبني. هذا ما عنده، هذا 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 بروحه، هذا مسوي لي ازمة، هذا مسوي لي ازمة. جاستن، جاستن بيلي ابدا مش جاستن بيبر، مش جاستن بيبر. لا تقولون جاستن بيبر، لا يجوز. يو يا كمية الخشب اللي يباله، مجرد بناء بيوت لا يكفي. خلنا نشوف الادفايزر مال المدينة. زين بنبني اماكن تخزين. بنبني اللي هو هذا الستوك فايل. خلنا نقطع الخشب اللي هني، ما كله مفروض اقطع بس ما عندي حد فاضي. المشكلة التيم ما في حد فاضي، تشتري رحلة معانا من هذا بهدمه بكبر اسرع. خلاص عندنا ناس تغطي، عندنا ناس تغطي، ما نبغى، ما نحتاجه. ماي 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 ماي، ما عنده كبرج على اي شيء عنده. يبون جيران وشاركول، يبون جيران. يعني انت زعلان لأن ما عندك حد اللي يسكن بروحه يزعل. نبغى خمس خشب، ممكن ممكن خمس خشب، خمسة. لا طبعا مش ممكن، اكيد مش ممكن، اكيد انا ما عندي خشب طبيعي. شكلنا طلعنا من مشكلة ودشينا في مشكلة ثانية، ومن مصيبة لمصيبة، والمدينة الجديدة يبالها شغل اكثر شوية. تين يبغالها شغل. شكل الموارد عندي قاعد تنترس من هذا السوالف هاي. وشو عندي يستهلك اصلا الحديد؟ نبغى شي يستهلك حديد. خلنا نبني هذا يستهلك المفروض، استهلك الحديد الموجود، ابني استعمله. كان حلو لو اللعبة فيها شيء من الابجريد، يعني مثلا اقدر اسوي هذا مثلا الحديد ولا شيء ثاني لسوالف حلوة ممكن نستعملها، يعني كان بيكون فيري نايس. حلو، وين ما يصير في حد يضربه، ممتاز. شيء المضروب، شيء جدا مطلوب.
مطلوب للغاية. اوكي طبعا طبعا ما في خشب، طبعا هذا شيء طبيعي، مدينتين كيف كان فيها خشب؟ خلنا من أماكن التخزين قريبة عليهم. شكل عندنا مشكلة في أماكن التخزين، حاول نحلها شوي بالطريقة هاي. استأنست؟ عندك جيران؟ خلاص الناس يبون بيت بروحهم، يبون عزلة، يبون حشرة، يبون ازعاج، حق شي يبون ازعاج. المهم بكمل الحلقة الجاية، عملنا المدينة الجديدة الحين سويناها، بنشوف وين نقدر نوصل في المستعمرة هاي. واذا قاعد اتشاور على سم سيتي، اذا تبون تشوفون سم سيتي ممكن نسوي اكسس ولا نسوي حلقات بعد سم سيتي بعد في نفس الوقت. سم سيتي شوي مبدأها غير عن سيتي سكاي لاين اللي صار لنا فترة شغالين عليها. تحبون شيء كلمونا تحت في الكومنت وبنسوي ان شاء الله.